صباح الورد، أهلا بكم أخواني خواتي متابعين القناة. إذا أردت أن تفضح عدوك ويأتي قدامك ويكشف نفسه أمامك وتشاهد من يتآمر ضدك وينكشف أمره وينقلب عليه الكيد، ما عليك إلا تقرأ صورة الدخان يوميا بنية كشف أسرار المتخبية أو المتخفية عنك. صورة الدخان جدا رائعة، لازم تكون نيتك أنت كمان نظيفة وما تظلم الناس، ومن ظلمك سترى فيه العجب العجاب. بس اقرأ صورة الدخان وانت على طهارة، او انت على طهارة اختي متوجهة للقبلة بنية كشف سر الاعداء او المتآمرين او سر من اقرب لك يعني ويهمك الموضوع، يعني على شيء يستاهل. طبعا ان عجبكم الفيديو وعجبكم محتوى القناة شجعوني بلايكات. حبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.